الله يجيب الشفاء. السؤال اللي مطروح وهو انه انت ملي دخلتي داروا لك القبص، قلتي لي شكون اللي دار لك القبص؟ لي زانفيرمي اللي تما، هذوك لي زانفيرمي اللي كيديروا. وانت وليتينا لي كليشي ديال 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 التصاور ديال الراديو. شكون اللي عطاك الموافقه على انك ديري هذاك الراديو؟ لي زانفيرمير هذوك اللي داروا لي القبص هما اللي قالوا لي سيري ديري الراديو. انا مشيت درت الراديو صافي. لي زانفيرمي هما اللي عطاوك، قالوا لك هما اللي شخصوا لك الحاله. هما اللي كاتبين لي هذا الشيء كامل. الممرضات هما اللي شخصوا لك الحاله وعطاوك انك ديري الراديو. حتى درت الراديو ودرت سميتو، عاد كتب لي الطبيب واحد الورقه. والطبيب واش كان في هذيك الساعه ولا ما كانش؟ ما كانش الطبيب ديال الاظم. شافك في هذيك الساعه اللي مشيتي؟ ما كاينش الطبيب ديال الاظم، ما كاينش. ما كانش. ما كانش. حتى الغد ليه ملي رجعت عنده مامو شاف الراديو وقال لها خاصها تمشي لموريزكو دير عمليه، حنا ما عندناش الماتيريال وما عندناش باش غنديروا لها هذه العمليه، الامكانيات باش غنديروا لها هذه العمليه هنايا، خاصها موريزكو. واحد القضيه غير باش قلتي لينا في الكواليس انه لي زانفيرمي هما اللي هما اللي شخصوا لك كما قلتي لنا الان نيت دابا هما اللي عطوك باش ديري الراديو وهما اللي داروا لك القبص بعد ما شافوا بانك مهرسه ياك داروا لك القبص وقالوا لك حتى الغدا ويجي يشوفك الطبيب. واش قالوا لك هذه حتى الغدا اللي قلتي لي في الكواليس واش كاينه ولا ما كاينش؟ قالوا لك حتى الغدا ويجي يشوفك الطبيب. ملي مشات ماما انا ما بقيتش قادره نشحال كان دابا بزز باش كنزيد. ملي مشات ماما في الاول قالوا لها حتى شهر سبعه عاد تقدر تدخل عند الطبيب. ملي ماما حيحت عليهم تمايا وقالت لهم هذه كيفاش مضروبه وهذه كتقولوا حتى شهر سبعه راه اربع شهور. ملي دخلوا عند الطبيب شاف الراديو قال لك قال لها خاصها تمشي لموريزكو جيبي لي المريضه باش نكتب ليها رساله. ها هي باش نكتب لها رساله في موريزكو وقالوا لها هادو ما خصهمش يدير القبص، يعني قال لها ما خصهاش دير القبص، خاصها تمشي دير عمليه، خاصها دير الحديد في رجليها. وانا ما عنديش باش غنمشي لموريزكو باش غندير هاد العمليه وعندي جوج وليدات وراجلي مشدود. اشنو انا ما عرفتش، انا ومشيتش عندهم اليوم قلت لهم غير دخلوني عند هاد الطبيب نعاود نهضر معاه، قال لك ما كاينش الطبيب ديال العظم. صافي وخرج بحال هادشي. انا كنطالب من الناس وكنطالب الطبيب ديال العظم ما شفتيهش؟ لا اليوم ما شفتوش نهائيا. وانا كنطالب من الناس وكنطالب يعاونوني على هاد العمليه، حيت ملي مشيت سولت في الكلينيك قالوا لي خاصك تشري الحديد وخاصك تخلصي الطبيب، مهم على الاقل خاصني واحد جوج مليون باش ندير هاد العمليه. كنطالب من الناس يتعاونوا معايا وكنطالب من المسؤولين يديروا شي حل في هاد السبيطار، حيت هاد الشيء راه منكر بزاف وهاد الشيء اللي وكنطالب من الناس يهضروا على حقهم، ما يسكتوش على هاد الشيء، حيت راه هذا انا لما صحتش لي رجلي شنو غندير؟ انا دابا لما صحتش لي رجلي شنو غندير؟ حيت انا 9 ايام وانا باركه في هاد الحاله هادي كنتالم. والحمد لله الحمد لله هادشي اللي غندير. ما قدمتيش شكايه للسيده المديره؟ لا والو، ما كيهضروش معاك، انا ما كنقدرش نزيد، ما كنقدر نبقى باركه ما والو. انا دابا باركه وكنقطر بالعرق، انا باركه دابا كنقطر انا حالتي حاله من تعذبت واحد التعذاب وعذبوني واحد التكرفيس ما نعاودش لك كيفاش داير. وانا دابا خاصني ندير الحديد فاش تضربت وما ديري لي والو، ديري لي هاد الحاله. انا كنطالب ان الله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم والله ياخذ الحق. على زعما ما عندهمش الحديد؟ انا في السبيطار انا ما عرفتش قال لك ما عندهمش، قال لك ما عندهم لا حديد لا باش يديروا لك العمليه في رجلك. هادشي قال لك ما عندهمش ديك الماكن باش غادي يديروا لك هذيك العمليه في رجلك. قال لك سيري لموريزكو راهما استقبلوك ما استقبلوكش حنا ما عندنا ما نديروا لك. صافي هادشي 9 ايام وانا في هذه الحاله دابا اليوم التاسع. واليوم فاش مشيت عندهم ما استقبلني طبيب ديال العظم، ما استقبلني حتى شي واحد، خلاوني ملي واحد تمايا صافي حتى ما تجيش بحالاتي للدار. هادشي اللي قلتي لينا من قبل، قلتي بانه الطبيب قال لك قال لهم ما خصهاش هاد السيده دير القبض. ملي دخلت هذا الطبيب ديال العظم. هذا الطبيب ديال العظم قال ما خصهاش دير القبص. ما خصهاش دير القبص، هذه خاصها. قال ماما هذه خاصها، هذه شكون اللي دار لها القبص؟ هذه خاصها عمليه، خاصها الحديد في رجلها. صافي ملي انا اليوم مشيت عندهم وقلت لهم علاش درتوا لي القبص، هذه قال لك باش نجمعوا لك رجلك.
قلت لها ديك الماجوره علاش درتوا لي القبص وانا خاصني عمليه ديك الساعه ما ديروش لي القبص. قالت لك غير باش احنا درنا لك القبصه باش نجمعوا لك الرجل. صافي قلت لي معطوني واحد الورقه انني درت كسيده ولا هذه. بداو كيقلبوا في الروجيستر ما لقاوش سميتي نهائيا، ما كايناش، ما مقيدينيش في الروجيستر ديال هذاك السبيطار. صافي خرجت بحال يعني النهار اللي دخلتي كمصابه. اه النهار دخلت دخلتي كمريضه للمستشفى ما قيدوك ما داروني ما والو، حتى ملي داروا لك القبص ما قيدوكش. ما قيدونيش. لا حول. شتي فاش داروا لي القبص ما قيدونيش، واش اغريسيون واش يعني باش يعرفوا ما قيدونيش هاد الناس ما حتى شي حاجه. ما كايناش سميتي، بغيت غير ورقه باش نديها للمحامي باش نتبع لاسيرونس زعما ولا ندير شي حل. قال لك سميتك ما كايناش، لا تسنيت تيجيو الناس اللي داروا لك القبص هما يقولوا لنا اشنو كان طريقك. هادشي اللي كاين. شنو كطلبي دابا؟ انا كنطالب من الناس يساعدوني على هاد العمليه، وكنطالب من المسؤولين ووزاره الصحه تجي تشوف هادشي اللي واقع، وتجي تشوف هادشي اللي طاري في هاد السبيطار. راه حيت مجزره داخل السبيطار كتولي تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هادشي اللي كتولي تقول. صافي هادشي اللي كنطالب انا، وكنطالب من الناس يشوفوا من حالي ويعاونوني في هاد العمليه. قولي النمره ديالك اختي. 06-03-87-92-12. عاوديها. 06-03-87-92-12. إذا مشاهدينا الكرام، كنتمناو من الناس اللي المحسنين اللي شافوا هذا الفيديو هذا يتعاونوا مع السيدة هذه اللي كتقول انتما سمعتوا بما هي ما عندهاش باش دير هذه العملية هذه، وكما شاهدتوا راه عندها واحد الكسر خطير في الرجل ديالها اليمنى، ومشات للسبيطار وداروا لها القبص بلا ما يشوفها الطبيب، ودابا شخصوا لها واحد العمليه جراحيه في موريزغو وما عندهاش باش دير هذه العمليه هذه. كنتمناو من الناس المحسنين باش يتعاونوا معها، حيت الظروف ديالها جد صعبه. عندها الزوج ديالها مدان بالسجن، وعندها جوج الوليدات، وما عندهاش الامكانيات باش غدير هذه العمليه الجراحيه. كنتمناو صحنا من الناس اللي غادي يتعاونوا معها، راه الرقم ديالها فوق الشريط، يتواصلوا معها ويساعدوها في سبيل الله. والله لا يضيع اجر المحسنين. ومشاهدينا الكرام، لم يقل لي الا ان اودعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.